خلينا نروح لخبر تاني مهم، وهو نفي مجلس الوزراء لشائعات سخيفة ليها علاقة بالامتحانات. ناس قالت انه هيبقى فيه استبعاد لمناهج صفوف النقل اللي في شهر اكتوبر ونوفمبر، لكن في الحقيقة ده مش حقيقي خالص. طيب، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التربية والتعليم وقالت إن ده كلام غير صحيح بالمرة، وإن امتحانات نص السنة هتشمل كل المناهج بما فيها مناهج شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر اللي جاي. وكمان قالت إن الامتحانات هتتعمل في وقتها من 14 يناير 2022 لحد 14 يناير 2023 لحد 26 يناير 2023. تركيز نعمه برضه بالظبط. ودايما بننبه طبعا على الناس ان ما ياخدوش اي طبعا معلومه غير من المواقع الاوفيشال او المواقع الرسميه طبعا. تركيز نعمه. بالظبط. بالظبط نعمه والله. بتاكدي على كلامي ان انا مش بركز؟ لان انا دايما ما بركزش، يعني انا بقول لك على نفسي. لا ما تقوليش على نفسك كده، انت جميله قوي حبيبتي، انت اجمل. طيب.